بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم عن الكاردياك ريهاب. تمام. انتوا مين فيكم ماجستير مين دكتوراه؟ ام دي ام دي ماجستير. طب الماجستير يرفع ايده والام دي حاجة الدكتور الوحيد ام دي. اوكي طيب. حد سمع حاجة عن كاردياك ريهاب قبل كده ولا اول مرة؟ طيب واتس كاردياك ريهابليتيشن؟ تمام. طيب والهدف من اللي احنا بنعمله ده ايه؟ الاوبجكتيف ليه بنعمل كده؟ كواليتي اوف لايف. اوكي امبروف كارديو فانكشن عليها كلام. اوكي ايه تاني؟ هوسبيتاليزيشن. صح. مورتاليتي بريفنت فيرذر ايفنتس اند مورتاليتي بنفيت. تمام. واحنا اي حاجه بنعملها اي انترفنشن بنعمله الايمنج ان احنا يا اما نريدوس السيمتومز نيمبروف الكواليتي اوف لايف نقلل الهوسبيتاليزيشن نقلل المورتاليتي. فلو احنا عندنا كل ده في بروجرام واي نوت تو دو ات. اوكي سو واتس كارديك ريهابليتيشن؟ It's a comprehensive exercise, education, and behavior modification program. يعني هو program ما فيهوش حاجة واحدة، ده فيه مجموعة حاجات. تمام. With the goal أو objective بتاعنا helping the patient to restore and maintain optimum health. يعني يرجعوا to their normal life تاني. And reduce risk of future heart problems. ال WHO عاملة definition of cardiac rehab which is the sum of activities. إن احنا زي ما قلنا it's not one activity, it's a مجموعة activities. Required to ensure cardiac patients the best possible physical, mental and social condition. نحن نرجعه لحياته تاني طبيعي من جميع النواحي، مش medical بس، psychologically كمان. تمام. وsocially انه يعرف يرجع شغله cope with his new life بعد الايفنت اللي حصلت له. تمام. So that they may by their own effort من غير ما يدبند على حد تاني من their family او their caregivers to regain as normal as possible a place in the community and lead an active life. ما يبقاش عالة على حد من افراد عائلته ويبقى محتاج ان حد يساعده ويقعد في البيت ويبطل شغله والحاجات زي كده. لا، عايزينه يرجع to his normal life again زي مكان ما كانش احسن. And therefore the objective بتاعنا بتاع cardiac rehab to positively influence the disease progression and prognosis. يعني لو عنده atherosclerosis to stop the atherosclerosis at this stage. لو عنده heart failure to stop the deterioration بتاع heart function والprogression بتاع heart failure at this stage. تمام. And to improve الكواليتي اوف لايف بتاعت العيان دي والسيمتومز بتاعته. طيب ايه الابروبريت بيشنتس فور كاردياك ريهاب؟ يعني مين الكاردياك بيشنتس اللي هو المفروض ان هم يبقوا كانديديتس فور كاردياك ريهابليتيشن؟ اوكي اسكيميك هارت ديزيز. والاسكيميك هارت ديزيز ده اتس ا برود سبيكتروم. يعني في الكرونيك ستيبل كونديشنز، في الاكيوت كرونيك سيندرومز، في مايكارديال انفاركشن، في البوست بي سي اي بيشنت، في البوست كابج بيشنتس. يعني دول A broad spectrum of patients with ischemic heart disease. Which of them? Post-myocardial infarction. Ischemic myopathy, يعني heart failure. Valve heart disease, okay. Post-CABG, post-PCI. مين تاني؟ Stable angina. هي لسه الدكتورة قايلة. إيه مين تاني؟ Actually أي عيان في المنهج عندكم لو هو stable is a candidate for cardiac rehabilitation. They include عيان post MI أو post acute coronary syndrome، عيانين post CABG، عيانين post PCI، patient with chronic stable angina، patients with chronic heart failure لو provided they are stable and compensated، patient post valve repair أو replacement، and patient with heart or heart lung transplantation and even patient with congenital heart disease. All of these patients come under the umbrella of cardiac rehabilitation. تمام. زي ما قلنا components
patients اللي جالها electrical instability. اه انا بقول لك كل ده بروفايد العيان ستيبل كومبنسيتد و وقسمت وخلاص بقى ستيبل بيشنت تمام. لكن عيان عنده انتراكتبل اريثميا طبعا از نوت كان في كارديك ريهاب, يعالج البري اكزيستنج كونديشن بتاعته الاول. اوكي ذا كومبوننتس اوف كارديك ريهاب زي ما قلنا احنا اتس ا مالتي ديسيبلينري ابروتش, ان احنا فيها كذا حاجه بنعملها تمام. فا اتس نوت وان مان شو, هي عباره عن تيم, ودي بتنكلود الميديكال ايفالويشن بتاع العيان. ليه؟ عشان نعرف ايه الدايجنوزز بتاعه, ايه الريسك بروفايل بتاعه, هو كومبنسيتد ولا مش كومبنسيتد, هاو ماتش از هي سيمتوماتيك او اسيمتوماتيك, نعمل له ريسك ستراتيفيكيشن. بالتبعيه هنعمل له ريسك فاكتور موديفيكيشن اكوردنج للريسك فاكتورز بتاعته عشان نوصل للجولز اللي مكتوبه في الجايد لاينز تمام. احنا كل شويه الجايد لاينز بتتجدد وبيبقى في جولز جديده, سواء بالنسبه الليبيد بروفايل بتاع العيان, الجلايسيميك كنترول بتاعه, بلاد بريشر, بادي ماس اندكس. وهاف تو ميك شور ان العيان ده از يا اما في التارجت يا اما بنعمل اكشن نوصل العيان للتارجت بتاعه. نيوتريشنال كونسلنج طبعا في جنرال ادفايس لكل العيانين سواء هارت فيلير او اسكيميك, لكن لكل عيان ان بارتيكولر ممكن يبقى في اكسترا نيوتريشنال كونسلنج بالنسبه له اكوردنج للستاتس بتاعته, اكوردنج للبادي ماس اندكس بتاعه, لو محتاج يعمل كالوريك ريستريكشن, محتاج ان هو يقلل السولت ريستريكشن زياده, العيان عنده فوليوم اوفرلود محتاجين نعمل له مور ريستريكشن اوف فلويد انتيك. يعني في حاجات جنرال ادفايس لكل العيانين وفي ادفايس سبيسيفيك لكل عيان المفروض تتقال. سايكوسوشيال مانجمنت, احنا عارفين ان بعد اي كاردياك ايفنت سواء ام اي او اكيوكرونيك سيندروم around 25% of the patients عندهم some sort of psychiatric disorder in the form of depression or anxiety تمام, ده بالستاتستكس. فاحنا المفروض العينين دول you be tackled وبيتعمل لهم كويشنير, واكوردنج للكويشنير بتاعهم ممكن ان هم يتعرضوا على حد سايكاتري لو عندهم ميجر disorder in the form of major anxiety او major depression. Physical activity counseling, physical activity counseling يعني ان احنا ننصح العيان regarding الـ level of exercise او physical activity المفروض يعمله, وده برضو بيختلف من عيان لعيان, المفروض يبقى individualized according to needs بتاعت كل عيان و according to risk profile بتاع عيان. يعني عيان functions بتاعته 35 غير عيان successful MI وعمل successful primary PCI, فاحنا we have ان احنا ن advise العيان على الـ physical exercise بتاعته according to risk stratification بتاعه according لل ability بتاعته. Last but most important is supervised exercise training. وال supervised exercise training ده الكور بتاع cardiac rehab. يعني الحاجات التانية كلها are components of cardiac rehab or very important components, لكن الكور بتاع cardiac rehabilitation is the exercise training program, وهو ده اللي بيخلي cardiac rehabilitation program stands out as a program. ان الحاجات التانية كلها ممكن تتعامل ك outpatient clinics تمام, with different specialties we refer لبعض, لكن اللي بيخلي cardiac rehabilitation a program is ان هو يبقى فيه supervised exercise training مع integration بتاعه the other components معاه في نفس الوقت. طب طالما احنا عندنا multiple components يبقى احنا عندنا multidisciplinary team to carry out these components, وده بي include cardiologist وده طبعا اللي هو ال center بتاع team بتاع cardiac rehabilitation, physiotherapist, dietitian عشان يدينا الادفايس اللي بتبقى individualized لكل patient, psychiatrist عشان to manage اي psychiatric disorders, andrologist to tackle اي sexual dysfunction عند العينين دول which is not uncommon, والnurse specialist طبعا هي ايه بتبقى زي اللينك اللي ما بين ال different specialties. There are four phases of cardiac rehab. Phase 1 اللي هي الان هوسبيتال اللي هي ديورنج الاندكس هوسبيتاليزيشن, العيان اللي داخل بام اي او العيان اللي داخل بهارت فيلير المفروض يتعمل له فيز 1 كارديك ريهابيليتيشن وهنتكلم عليها بالتفصيل. فيز 2 ده اللي هو الستاندرد بروجرام بتاعنا اللي هو لما العيان بعد ما يخرج يجي لنا بعد اسبوعين ولا حاجه البروجرام بتاعنا, وده بيبقى فور اراوند 3 مانث بعد بعد الاندكس هوسبيتاليزيشن, وهو ده الستاندرد كارديك ريهاب اللي احنا هنتكلم عليه في بقيه المحاضره بتاعتنا. فيز 3 ده اللي هو اكستندد فيز اللي هو العيان اللي خلص الثلاث شهور بتوع الستاندرد كارديك ريهاب ويحب يكمل فور انذر 3 تو 12 مانث بعد كده. فيز 4 المينتننس او اللي هو ان سوبرفايزد باي اكسرسايز اللي هو العيان خلاص احنا
اتاكدنا ان هو هي سيف تو اكسرسايز وممكن يكسرسايز ان سوبرفايزد، يعني يروح بقى جيم او يروح النادي او يروح اي مكان كوميونيتي هيلث سيرفيس من غير ما يبقى فيه ميديكال سوبرفيجن. فيز 1 زي ما قلنا ده اللي هو اليورينج اندكس هوسبيتاليزيشن، العيان اللي داخل بام اي او ديكومبنسيتد هارت فيلير المفروض نقدم له فيز 1 كاردياك ريهاب. فاكشلي كاردياك ريهابيتيشن شود ستارت ديورينج هوسبيتاليزيشن اوف ذا بيشنت، تمام؟ وده بي انكلود ايرلي اسسمنت على العيان ده، العيان الريسك بروفايل بتاعه، الريسك فاكتورز بتاعته، ريسك ستراتيفيكيشن بتاع العيان ده، العيان ده لو ريسك، مودريت ريسك، هاي ريسك بيشنت، الفانكشنال كاباسيتي بتاعته عامله ايه، العيان ده بيقدر قبل الاندكس هوسبيتاليزيشن بيقدر يتحرك ولا بيروح وبيريزيوم هيز نورمال لايف ولا كان اوريدي فانكشنال كاباسيتي بتاعته قليله. يعني بنعمل له اسسمنت ريجاردنج ايفريثينج، طبعا بما فيها سايكولوجيكال اسسمنت، الريسك بروفايل بتاعه، الادرنس للميديكيشنز والكرنت سيمبتومز بتاعته، اذا كان سكسسفول بي سي اي بعد ام اي، اذا كان لسه عنده ريزيديوال ليجنز محتاج ان هي تبقى تاكلد، اذا كان ابتدى يبقى كومبنسيتد لو كان هو هارت فيلير. ونعمل عينين ايديوكيشن، ذس از فيري امبورتنت، احنا لازم نتكلم مع كل عيان من ربع ساعه نص ساعه اتليست، تمام؟ نعرفه ايه اللي حصل له وليه حصل له وهاو تو بريفنت ان ذا فيوتشر. ان في عيان كتير يخش بانفاكشن يعمل برايمري بي سي اي وما يعرفش يعني ايه انفاكشن، ويقول لك جات لي جلطه في القلب، لكن هو مش فاهم يعني ايه جلطه في القلب ويعني ايه دعامه، وان يفتكر ان هو عمل الدعامه هو كده خف، فممكن لما يخرج يوقف الادويه اللي اخدها ويرجع لنا تاني ب يا اما انستانت ثرومبوزز يا اما بهارت فيلير يا اما بريكورنت اسكيميا في انذر ليجن. فاللي انا قصدي العيانين لازم ان احنا نفهمه بيشن اديوكيشن ايه اللي حصل، حصل ليه، ان هاو تو بريفنت ان ذا فيوتشر، وطبعا نعرفهم اهميه الادويه والريسك فاكتورز بتاعتهم ان ها ايه الجولز اللي المفروض نوصل لها. يعني نعرفه لو عين دايابيتك لازم يبقى عارف ان في حاجه اسمها هيموجلوبين اي 1 سي لازم يعمله كل 3 شهور، ان هو التارجت بتاعنا ايه، التارجت بتاع البلاد بريشر بتاعنا المفروض يبقى كام، السموك سيسيشن واهميه السموك سيسيشن، وان الفايف ايز بتاعت اليوروبيان جايد لاينز ان احنا نبتدي تو بروفايد ات. سبورتيف كونسلنج ريجاردنج بقى سواء حاجات سايكاتري او سوشيال، لو ممكن عيان مثلا لوست هيز جوب بسبب الايفنت اللي حصلت له مثلا، بره في زي سوشيال سبورت ان ممكن تو بروفايد شغلانه للعيان اللي فقد شغله بسبب حاجه صحيه او حاجه زي كده. الايرلي موبيلايزيشن ذس از فيري امبورتنت، كان عندنا ميس كونسبشن قبل كده ان العيان اللي عنده انفارشن خلاص يفضل قاعد في السرير لحد ما يخرج من المستشفى، ذس از ا رونج ميس كونسبشن وما بقاش ده الرول اني مور. عيان انفارشن عمل سكسسفول برايمري بي سي اي المفروض 12 اورز ماكسيمم 24 اورز بعد سكسسفول ريبرفيوجن، لو ما عندوش اي الكتريكال انستابيليتي او ديكومبست هارت فيلير او ميكانيكال بروبلم او اذر ليجنز تسبب له ريكورنت اسكيميا المفروض يبتدي ايرلي موبيلايز، والموبيلايزيشن يبتدي ستيب اب ابروتش يعني جراديولي كده، بدل ما كان نايم في السرير يقعد في بيت سايد كومود ولا كرسي جنب السرير، يبتدي يعمل الايرلي سيرف كير، يروح الحمام يغسل وشه يغسل سنانه يسرح شعره يحلق دقنه يبتدي ياكل، يعني قصدي يبتدي يتمشى في الورد بتاع السي سي يو. وبعد كده طبعا الاول يبقى سبورتد عشان لو في اي سيمتوم زي بوستر هايبوتنشن او حاجه زي كده يبقى في حد معاه، وبعد كده تبقى جراديولي تمام يحصل ستيب اب كده تبقى وداوت سبورت، وبعد كده يتحول من سي سي يو بعد ما يبقى خلاص ستيبل بيوم ولا حاجه ل انترميديت كير او للورد، وبعد كده يخرج بعد يوم او يومين. يعني بقى دلوقتي الترند بتاع ان العيان برايمري بي سي اي يخرج بعد يومين او ثلاثه من الانفكشن، ذيس از بقى الروتين بتاعنا، مابقاش العيان بيقعد اسبوع ويبدا راقد في السرير والقصه دي. اوكي طبعا ذيس شود بي انديفيدوليز بالنسبه لكل عيان، يعني ده بالنسبه لعيان سكسسفول برايمري بي سي اي غير عيان داخل بدي كومبنسيت هارت فيلير، فانا قصدي ات شود بي انديفيدوليز لكل عيان على حسب از هي كومبنسيت ولا لا، في ريزيديوال سيمتومز ولا لا، الريسك بروفايل بتاع العيان، واذا كان عنده ارينيز ولا لا. والاهم اهم حاجه بقى الريفيرال تو اوت بيشنت كاردياك ريهاب، ان العيان ده هيخرج بعد كام يوم، انا يهمني العيان ده لما يخرج يرجع لنا تاني للكاردياك ريهاب بروجرام بتاعنا اللي هو بقى ايه الاصلي اللي هو اللي هيرجع له بعد اسبوع او اتنين بعد ما يخرج، لان العيان وانس ان هو خرج غالبا ويل بي لوست وهو هي ويل لوز انترست ومش هيجي تاني الا بمشكله جديده،
فاهمني؟ فاحنا لا عاوزين نربط العيان بالكارديك رياب بروجرام، فاحنا نعمل له ريجستريشن في البروجرام بتاعنا، ونقول له احنا حجزنا لك ميعاد بعد اسبوعين، تعالى اتفضل شرفنا في الكارديك رهاب يونت بتاعتنا، علشان لما هيجي هيتعمل له ري اسسمنت تاني ويبتدي يبقى انرولد انسايد البروجرام بتاعنا. فدي فرصه كويسه ان العيان ده لسه ايرلي زي ما نقول لك كده، ايه اضرب الحيط وهو سخن، العيان ديورنج الايفنت بتاعته وهو في المستشفى ننرول هيم في الكارديك رهاب بروجرام بتاعنا. زي ما قلنا فيز 1 كارديك رهاب شود progress from initial supportive and self care activities to regular daily walking، يعني زي ما قلنا من اول ان هو يبتدي يروح الحمام ويعمل daily care بتاعه لحد ما يبتدي يتمشى support الاول بعد كده unsupport. Early activity is important because the patients may lose muscle strength very quickly when they stay in bed, especially heart failure patients. Heart failure patients بيحصل لهم very rapid muscle wasting من رقدتهم في السرير لايام واسابيع. It should be start with easy activities such as sitting up in a chair and walking that may progress to 2 or 3 times per day for 5 to 2 minutes every session of walking. ده example لل initial activity اللي ممكن نعملها during ال hospitalization. زي ما قلنا step 1 مثلا عنده infarction نبتدي بقى rest in bed until بقى stable. بعد ما 8 to 12 hours stable ممكن يبتدي sit in bed with assistance، وبعد كده يبتدي stand at bedside with assistance، وبعد كده perform self care activities while seated. step 2 العيان stable تاني يوم بقى sit up in bed independently لوحده، وبعد كده walk in the room ويروح الباثروم لوحده، perform self care activities in the bathroom بدل ما كان بيعمل الحاجات دي وهو قاعد في السرير. step 3 sit and stand independently من غير ما حد ما يساعده، يبتدي walk في الهول with assistance الاول 5 to 10 minutes 2 to 3 times daily، وبعد كده يبقى without assistance. فيس 2 ده بقى اللي هو ايه الستاندرد كاردياك ريهاب بتاعنا، وده بيبقى الديوريشن بتاعته عاده بتبقى فور 3 مانث. تمام، العيان بيجي مرتين او 3 مرات في الاسبوع، فبتبقى كولكتيفلي اراوند 24 ل 36 سيشنز، وزي ما قلنا اتس ا مالتي ديسيبلينري ابروتش وانديفيدوالايز فور ايتش بيشنت، يعني هو ذير از نو سايز ذات فيتس اول، كل عيان ليه الانديفيدوال كرايتيريا اللي هيتعمل له ديورنج الكاردياك ريهاب. تمام، من اول اكسرسايز بريسكريبشن لميديكيشنز لنيوتريشنال كونسلنج لسموك سيسيشن ل اكسرسايز كونسلنج، ف ات شود بي انديفيدوالايز فور ايتش بيشنت. لما بنيجي نكتب روشته الهارت فيلير الاثنين عيانين وقاعدين قدامك ممكن يبقى فيها نفس الادويه لكن الدوزز مختلفه، هو نفس الكلام، احنا نفس الكومبوننتس بتاعت الكارديك ريهاب هتتقدم لكل عيان بس الدوزز مختلفه لكل عيان. طبعا فيس 2 زي ما قلنا الكور بتاعها سوبرفايز اكسرسايز تريننج، الحاجات التانيه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في فيز 1 بس هنا تبقى ويت مور بقى ايه يعني نركز عليها اكتر، دايتري ايفالويشن ريسك فاكتور ايفالويشن سايكولوجيكال ايفالويشن اديوكيشن ريجاردنج طبعا الدايت والاكسرسايز والورنينج سيمتومز، يعني العيان لما يجي لنا نقول له ايه اهميه اديوكيشن ريجاردنج، ايه اهميه الادويه اللي بياخدها، ايه البوسيبل سايد افكتس بتاع كل دواء، ايه الادويه اللي ما ينفعش يوقفها من غير ما يرجع لنا، ولو حصل سايد افكتس يعمل ايه. تمام، عشان في كتير قوي عيانين ممكن نرجعهم واقفين البلافكس ويكون لنا بإنسان ترومبوز، يقول لك انا كنت فاكر ان الدواء بيوقف لما يخلص، وشفناها كتير جدا الحقيقه. فاهميه ان احنا نركز على اهميه الادويه والبوسيبل سايد افكتس بتاعتها، الاديوكيشن ريجاردنج التارجت بتاعت الريسك فاكتور موديفيكيشن بتاعته، لو بلاد بريشر اقول له يتابع البلاد بريشر بتاعه المفروض التارجت بتاعته تبقى كام، لو دايبيتك يتابع الدايبيتس بتاعه المفروض التارجت بتاعت الهيموجلوبين ايون سي بتاعته تبقى كام، او لو عنده الجهاز المونيتورنج بتاع البيت اللي هو بيقيس الراندوم بلاد شوجر بيقيس لنفسه ويبقى عارف ايه التارجت بتاعته عشان يبقى عارف اذا كان هو اون تراك ولا لا. اديوكيشن ريجاردنج ايه الهيلثي دايت، education regarding ال warning symptoms عشان يجي لنا بسرعه، يعني لو هو عيان اسكيميك ايه ال warning symptom، يعمل ايه لو جاله chest pain، يعمل ايه لو هو عيان heart failure ويبتدي monitor ازاي اذا كان عنده worsening symptoms ويكتشفها بدري بدل ما يجي لنا في frank decompensated heart failure او pulmonary edema، يعني في طرق معينه العيان ممكن يمطر himself بيها، يشوف اذا كان عنده repeating edema بتزيد ولا لا، يشوف اذا كان عنده الاورثوبني والديستني level of destiny orthopney بتزيد ولا لا. اهم حاجه العيان يبقى عنده ميزان في البيت ويوزن نفسه ديلي، ولو لقى ان الوزن بيزيد 2 كيلو على مدار يومين ثلاثه دي ساين اوف فوليوم اوفرلود، ما يستناش لحد ما يبقى جاي بفرانك قديمه ويجي يتحجز بفرانك قانون قديمه مثلا، لا. فاحنا
educate العيان about the warning symptoms and what to do about it. يعمل ايه لو جات له. Okay. Sexual counseling is very important ان احنا لازم احنا اللي نسال العيان ونتكلم عنه. طبعا احنا عندنا شويه العيان بيبقى محرج او في شاينس شويه في ان هو يتكلم في المواضيع اللي زي دي، لازم احنا اللي نتكلم فيها ونقول له العيان لو هو بياخد اي سيكشوال انهانسمنت دراج زي سيلدنافيل ان هو اذا كان عنده اي كونتر انديكيشن ياخدها ولا لا. لو بياخد نايتريتس فور اكزامبل، فاحنا لازم نعلم العيان لو هو بياخد نايتريت ما ينفعش ياخد سيلدنافيل، ولو هو احتاج سيلدنافيل ان اتس سيف ان هو ياخدها لازم يوقف النايتريتس ديورنج البيريود اللي بياخد فيها سيلدنافيل اند ات ليست 24 اورز بعديها كمان. فاحنا لازم ان احنا نسال العيان ونتكلم معاهم ونشوف اذا كانوا هم محتاجين مور سبيشاليز سيكشوال ادفايس من حد متخصص بيوند اور ادفايس. اوكي. وطبعا لازم نعرف نقول للعيان وين اتس سيف ان هو تو ريزيوم هي سيكشوال اكتيفيتي، ان هو ممكن ان هو في الاول بعد اي ايفنت يبقى عنده زي رهبه او خوف ان هو يريزيوم سيكشوال اكتيفيتي، خوفا من ان يحصل له ايفنت جديده. فلو عيان لو ريسك واحنا وي كان ادفايس وين تو ريزيوم سيكشوال اكتيفيتي فيري سيفلي في العيان ده. طبعا patient is evaluated for the progress in the exercise, dietary and psychological categories and problems are identified and addressed. كل مره العيان بيجي فيها الكارديك ريهاب يونت لازم انه يبقى ري ايفالويت، نشوف ضغطه، نشوف الهارت ريت، نشوف الكومبلاينس والادرنس للميديكال تريتمنت بتاعه، نري اساس اذا كان عنده اي نيو سيمبتومز ريجاردنج هارت فيلير او اسكيميا، نساله اذا كان هو في اي كومبليكيشن او سايد افكتس من الادويه اللي بياخدها، علشان لو عنده وي كان ستوب. لو عيان بيجي له مثلا سيفير هيديك من نايتريت وي كان ستوب ات، يعني اتس نوت ا كلاس 1 ريكومنديشن لازم يمشي على نايتريت فور اكزامبل. فاحنا لو العيان اسيمبتوماتيك وداوت تشست بين وبيجي له سايد افكت من دواء زي النايتريت وي كان ستوب ات او نسبستيتيوت بدواء ملوش سايد افكت زي مثلا تريميتازيدين فور اكزامبل. فاحنا مهم قوي انه ري ايفالويت العيان كل مره بيجي لنا فيها. Family members are also invited to attend the education sessions which are given by the multidisciplinary team. احيانا بنعمل حاجه اسمها جروب سيشن. جروب سيشن يعني بنجيب الجروب بتاع البيشنتس كلهم ونديهم محاضره عن التوعيه، مثلا education about الهيلثي دايت، محاضره عن الدايبيتس مانجمنت وايه الهيلثي دايت اللي يعملوها والاكسرسايز وحاجات زي كده. فالمحاضرات دي احنا بس مش عاوزين البيشنت تحضرها، عاوزين الفاميلي ممبرز كمان لو امكن يحضروها، علشان حاجتين. اول حاجه ان هم they will help the patient to ان هو implement الحاجات اللي احنا هنقولها في المحاضره. نمره اتنين ان هم it's a primary prevention method for them too. طالما احنا في risk factors احد family members it might be there in the other family members كمان. phase 3 بقى patient who خلصوا ال phase 2 cardiac rehab ويحبوا ان هو to maintain cardiac fitness for another 3 to 12 months ويكملوا معانا في البروجرام. This is what's called phase 3 cardiac rehab. This is زي ما تقول option، ممكن العيان يكمل فيه او لا. الphase 4 cardiac rehabilitation اللي احنا قلنا بقى دول العيانين اللي هم no longer require medical supervision، ممكن exercise on his own في اي community exercise facility زي جيم، نادي، اي form of exercise which is not supervised. طب what's the recommendation for the intensity and duration of exercise؟ احنا في عندنا 3 main training modalities ممكن implement في cardiac rehab: endurance او aerobic exercise training، تمام، strength او resistance training، والinspiratory muscle training. عارفين الفرق بين endurance و strength او resistance training؟ حد عارف؟ الendurance training ده اللي هو cardio، لو حد بيروح جيم كارديو ده اللي هو اي تريننج فيه حركه للجسم، يعني يمشي على تريدميل، بايسكل، روينج، سباحه، جري، جوجينج، اي حاجه من الحاجات دي اسمها انديورنس او ايروبيك اكسرسايز تريننج، وده يعتبر الستاندرد او الانيشال ستاندرد موداليتي اوف تريننج في الكاردياك ريهابيليتيشن، وهو ده اللي بيجي تقريبا منه موست اوف ذا بنفيت اوف كاردياك ريهابيليتيشن، اتس فيري امبورتنت، تمام. الستراند او ريزيستنت تريننج ده اللي هو اي حاجه فيها حمل اثقال، تمام، او مكن، تمام، اللي هو بيبقى فيه كده بالبلدي حبه حزق، العين بيسترين ديورنج التريننج ده. الحقيقه ده كان زمان مش ريكومندد، بالعكس كان كونترا انديكيتد في كاردياك بيشنت، علشان بيقول لك بيزود الافتر لود مع الستريننج، وممكن يبقى ليه ديليتريس افكت على السيركولاتوري سيستم مع اون تايم، خصوصا في الهارت فيلير بيشنز او الاسكيميك بيشنز عشان الانكريز ان افتر لود.
باي تايم اكتشفوا انه ممكن يبقى في منه بنفيت لكن اندر سيرتن كرايتيريا، ودي هنقولها لما نيجي نوصل لها. والانسبيراتوري ماسل تريننج دي بتحسن الفانكشنال كاباسيتي بتاعت العين، زي اللي هو العينين بتوع البوست كابج اللي بيعملوا انسبيراتوري تريننج بالجهاز اللي بيدولهم اللي فيه بيلي ده، اوكي؟ فده يحسن الفانكشنال كاباسيتي والريسبيراتوري فانكشن بتاعت العينين دول. زي ما قلنا الانديورنس تريننج ده بينكلود سايكلينج ووكينج روينج او ارم ارجومتر، ان هو يبدل بايديه، تمام؟ العين عنده مشاكل في اللور اكستريميتي جوينتس، خصوصا المصريين كتير في السن الكبير عندهم مشاكل في ركبهم، فممكن اتليست يعمل ارم ارجومتر، اي حاجه فيها موشن للجسم تزود الهارت ريت بالنسبه لنا دي تعتبر انديورنس او ايروبيك اكسرسايز تريننج. And this is the most investigated exercise training modality in cardiac patients. Most of the studies اللي اتعملت على cardiac rehabilitation اتعملت على this modality. وهي recommended as baseline activity ان كل studies طلعت ان most of the benefit of cardiac rehab exercise بيجي من endurance training. Strength أو resistant training زي ما قلنا أي دي المودالتي اللي بتعتمد على حمل الأثقال سواء المكن بتاع الجيم أو الأوزان يعني. وزي ما قلنا في الاول it was contraindicated خوفا من ال deleterious effect بتاعت increase in afterload، بس اكتشفوا بالترايلز ان هي ليها anti inflammatory effects، can improve insulin resistance and counteracts loss of skeletal muscle mass and strength خصوصا في ال heart failure patients and therefore it might improve quality of life. لكن زي ما قلنا في certain criteria علشان to implement ال resistant training. مبدئيا نعملها مرتين لتلات مرات ثلاث مرات يومين او ثلاثه في الاسبوع. التريننج انتنسيتي شود بي ديتيرمايند اون ذا بيزس اوف 1 ريبيتيشن ماكس. ايه ال 1 ريبيتيشن ماكس دي؟ اللي هي الاكثر وزن ماكسيمم ويت ذات ذا بيشنت كان دو ان 1 ريبيتيشن نورمالي افكتيفلي وذ فول موشن. يعني لو بيعمل بايسبس يمسك الوزن البايسبس كده، لو بيعمل تمرين بايسبس تمام يشوف اكثر وزن ممكن يعمل بي 1 ريبيتيشن تمام، وياخد تقريبا 30-40% of this weight او maximum 50% لو بيعمل lower body exercise، وده اللي يعمل sets بيه بعد كده. فده الوزن اللي احنا ممكن نقول عليه a safe weight اللي ما يعملش induction لأي straining جامد او يزود الافتر لود بطريقة ان هو يبقى ليه deleterious effect على الكارديوفاسكولار سيستم. فتاني ايه ال 1 repetition maximum؟ اللي هو the maximum weight that the patient can do one repetition، بناخد around 30-40% of this weight ويعمل بيه السيتس بتاعته. وطبعا ال weight could be adjusted according لل patient's Borg scale اللي هي ال rating of perceived exertion. ايه ال rating of perceived exertion؟ يعني الاحساس العيان بالمجهود. انت لما تعمل مجهود ممكن تقول المجهود ده سهل، لا ده صعب شويه، انا مش قادر عليه. فانت في تشارت بتاع حاجه اسمها بورج سكيل اوف ريتنج اوف بيرسيفد اكزيرشن، العيان بيريت الاكسرسايز بتاعه على الشارت دي بقد ايه، تمام؟ فاحنا عاوزينها فروم سم وات ايزي تو سم وات هارد، اللي هو على السكيل بيبقى من 11 ل 13 تقريبا، اوكي؟ فاحنا لو بنادجست ممكن بعد ما العيان يعمل الاكسرسايز بتاعه ممكن نزود او نقلل الويت حاجه بسيطه اكوردنج لل بيشنت بيرسيفد اكزيرشن. طبعا there is criteria for initiation of resistance training، يعني لو في العينين البوست ام اي او بوست كابج it should be a minimum after 5 weeks after ام اي او كابج و including 4 weeks of supervised endurance training، يعني لازم العيان يكمل at least 4 weeks of endurance training قبل ما يبتدي ال resistance training. فيبقى العيان ده اتحضر من ناحيه ال cardiovascular system والدوره الدمويه والcardiac output بالendurance training ان هو ممكن بعديها يعمل resistance training، لكن it's not recommended to start with resistance training او نبتدي الاثنين مع بعض at least. في البوست بي سي اي to initiate a minimum of 2 to 3 weeks after PCI including 2 weeks of supervised exercise endurance training. طبعا sustained maximal isometric exercise is contraindicated، يعني مش العيان يبقى بيحمل نفسه ويفضل يعمل isometric contraction، ده بيزود الافتر لود زياده تمام، ويأفويد الفالزالفا مانوفرز خصوصا مع الويت الثقيله، فالزالفا يعني يحزق جامد تمام، زي ما الناس ما بتعمل في الجيم اللي هم بيبقوا يعملوا المسل بامبنج. والهارت فيلير patients are advised to train smaller muscle groups with lighter weights، يعني يبتدي باقل اوزان ممكن. Inspiratory muscle training زي ما قلنا it's using respiratory muscle specific training device زي اللي بياخدوها في العيني post cabbage كده
VED, it might provide additional improvement regarding inspiratory muscle performance, the maximum oxygen consumption, the functional capacity of the patients. But regarding بقى نرجع للإندورنس تريننج بتاعنا اللي هو اتكلمنا عليه اللي هو الستاندرد تريننج موداليتي بتاعتنا في الهارت في الكاردياك ريهاب، احنا وشود الاول نعمل اكسرسايز تيستنج للعيانين دول. انت قبل ما ندخل العيان في الاكسرسايز تريننج بروجرام بتاعنا وي هاف تو تيست ذيس بيشنت فيرست. هنتست هيم ازاي؟ في عندنا طريقتين، يا اما نعمل له ستاندرد اكسرسايز تيست زي اللي بيتعمل عندنا في لاي عيان احنا شاكين ان هو بيسمك، فتركز له اكسرسايز تيست رسم قلب المجهود تمام، او نعمل له كارديو بالمونري اكسرسايز تيست. الكارديو بالمونري اكسرسايز تيست طبعا اتس ذا موست اكيوريت، ان هو غير ان هو بيقيس لنا البارامترز اللي بيقيسها الاكسرسايز تيست تريننج العادي، هو بي بروفايد جاز اكسشينج بارامترز، يعرف لنا الفانكشن كاباسيتي بتاعت العيان عامله ازاي، البيك اوكسجين كونسامشن، الكربون دايوكسيد ايميشن، فبيدينا اكسترا ادد انفورميشن عن الاكسرسايز تيست العادي. مشكلته ان هو اتس فيري اكسبنسيف، اتس نوت وايدلي افيلبل، كم مستشفى فيه اكسرسايز كارديو بالمونري اكسرسايز تيست تمام. والحقيقه الستاند اكسرسايز تيست اون ذا اذر هاند موجود في كل مستشفى، اتس فيري شيب وايدلي افيلبل، والفرق في الانفورميشن اللي هيديها لنا الاثنين مش فرق جوهري كبير ممكن ياثر على ان احنا نبتدي اكسرسايز تريننج بروجرام في العيان ده ولا لا. فعاده الكارديو بالمونري اكسرسايز تيست حتى في المستشفيات الكبيره وفي يوروب وامريكا عاده موجود في الريسيرش انستيتيوتس اكتر منه في الريجولر هوستلز. طيب الاكسرسايز اللي العيان هيعمله، وات موداليتي اوف اكسرسايز اللي العيان هيعمله؟ ممكن يعمل يا اما تريدميل او بايسكل، ده يعتمد على الافيلابيلتي بتاعت الايكويبمنت اللي موجوده، هو عندنا ده ولا ده. والحاجه الثانيه، العيان ده لما يجي يعمل كاردياك ريهاب هيعمل كاردياك ريهاب على تريدميل ولا بايسكل؟ لو هيعمل على تريدميل يبقى بيتر ان احنا نكسرسايز العيان ده على تريدميل ماشين، لو العيان ده هيعمل بايسكل تريننج بعد كده في الكاردياك ريهاب اتس بيتر ان احنا نتست العيان ده على البايسكل ماشين. طبعا العيان ده شود بي اون فول ميديكال تريتمنت، يعني العيان ده احنا عاده لما بتيجي تعمل اكسرسايز تيست لاي عيان شاك ان هو اسكيميك بتعمل ايه اول حاجه؟ تقول العيان يوقف البيتا بلوكرز فور 48 اورز او كالسيشن بلوكرز، يوقف النيتريتس فور 24 اورز علشان ات داز نوت انترفير وذ ذا ريزلتس اوف ذا تيست، صح؟ لا احنا هنا عارفين العيان ده اسكيميك اوريدي، احنا مش عايزين نتست العيان ده عنده اسكيميا ولا لا، احنا عاوزين نتست بارامترز اخرى، والبارامترز دي احنا هنستخدمها ديورنج الاكسرسايز على العيان ديورنج البروجرام بتاعنا. فاحنا وي شود اكسرسايز العيان وايل هي از اون هيز اول ميديكال تريتمنت، فول ميديكال تريتمنت، مش هنوقف اي حاجه خالص، ان احنا لما يجي نجري العيان ده في البروجرام عندنا هنجريه وايل هيز اون هيز بيتا بلوكر، فاحنا مش هنوقف البيتا بلوكرز، هنوقف اي ادويه ديورنج الاكسرسايز تريننج اكسرسايز تيستنج بتاعنا. مين منكم بيشتغل اكسرسايز تيست؟ بيعمل اكسرسايز تيست؟ بتستخدم بروتوكول ايه؟ بروس بروتوكول تمام. البروس بروتوكول ده اللي ما يعرفوش عباره عن ستيجز، كل ستيج ب 3 دقائق، والديورنج ال 3 دقائق دول بيزيد الجريد يعني الاليفيشن بتاع التريدميل والسرعه الاثنين مع بعض تمام، بحيث ان احنا نبتدي فروم لو ليفل اكسرسايز لحد الماكسيم اكسرسايز اللي العيان ده ممكن يوصل هنا جراديوال فاشن. ده بيروفايد طبعا سيف اكسرسايز انفايرمنت للعيان ده، ما ينفعش ان احنا نجريه فجاه، ممكن يعمل انجري، ممكن يبقى لود على الكارديو فاسكولار سيستم بتاعه، فلازم ده يبقى ان جراديوال مانر. والحقيقه عندنا في الاكسرسايز تيستنج بتاعنا احنا بنعمله كمان على بروتوكول احن شويه من بروس اسمه موديفايد بروس بروتوكول. الموديفايد بروس بروتوكول هو بروس بروتوكول لكن في تو بريمينري ستيجز، يعني في 6 دقائق زياده في الاول، 3 دقايق و3 دقايق يعني 2 ستيجز، وكل ودول بيبقوا على لو نو جريد خالص، يعني المشايه از كومبليتلي فلات، والحاجه الثانيه ات لوور سبيد، فده بيدي زي ما تقول ايه يعني تسخين اكتر للعيانين دول، يعني مش عاوزين ناخدهم على نار هاديه بالبلدي كده. ليه؟ العيان ده لسه خارج من انفكشن، العيان ده عنده هارت فيلير، فاحنا عايزين نبقى حنينين عليه في الاكسرسايز تيستنج بتاعنا. طب ايه الحاجات اللي احنا بنقيسها في الاكسرسايز تيست بتاعنا؟ بيزال هارت ريت، الماكسيمم هارت ريت اللي العيان وصل له، اي سيمتومز حصلت له سيفير ديسني او تشست بين، وايه الثريشولد يعني حصل له على هارت ريت قد ايه، والبلاد بريشر ريسبونس بتاعنا
احنا طبعا المفروض بلاد بريشر اللي لازم السيستوليك بلاد بريشر يعلى مع كل ستيج، لو ما علاش وي هاف ا بروبلم وذ ذيس بيشنت، تمام؟ يا اما عنده ادفانس هارت فيلير، يا اما عنده مالتي فاسل ثري فاسل ديزيز، لاف مين ديزيز، سيفير اورتيروز، يعني لازم يبقى في سبب العيان عنده بلانتد بلاد بريشر ريسبونس او ما فيش انكريس في البلاد بريشر، السيستوليك بلاد بريشر بتاعه مع الاكسرسايز. فدي الحاجات اللي احنا بنمونيتور، الهارت ريت، اسكيميك ثريشولد، اي اريتميا طبعا بتحصل، والبلاد بريشر ريسبونس بتاع العيان. في ميثودز كتير تو بريسكرايب اكسرسايز انتنسيتي فور ايتش بيشنت. احنا بيزد على الاكسرسايز تيست اللي هنعمله العيان ده هنعمل بريسكريبشن زي ما بتكتب روشته، تمام، للانتنسيتي اوف اكسرسايز بتاعت العيان ده ديورنج البروجرام بتاعنا. زي ما قلنا انت لما تيجي تكتب روشته الهارت فيلير، لو عندك 2 هارت فيلير بيشنت بتكتب له نفس الادويه تقريبا بس وذ ديفرنت دوزز. نفس الكلام مفيش عيان بيكتب له اكسرسايز بريسكريبشن زي التاني، اتس اكوردنج لل بريمينري اكسرسايز تيست اللي هنعمله قبل ما يبتدي البروجرام بتاعنا. في كذا طريقه، في البيك هارت ريت ميثودز، في الحاجه اسمها هارت ريت ريزيرف ميثود، في البيك اوكسجين كونسبشن ميثود اند اوكسجين ريزيرف ميثود. البيك هارت ميثودز، البيك هارت ريت ميثودز دي اللي هي اسهل طريقه فيهم، ودي تعتمد على برسنتج من الماكسيمم هارت ريت اللي العيان وصله، تمام؟ ازاي؟ لو احنا فور اكزامبل عاوزين نجاري العيان ده على مودريت انتنسيتي اكسرسايز تريننج، مودريت انتنسيتي اكسرسايز تريننج اللي هي تقريبا من 60-75% من الماكسيمم هارت ريت العيان وصل، نفترض العيان ده وصل مثلا ل 135 بيت بير مينيت ديورنج هيز اكسرسايز تيست، يبقى احنا البريسكريبشن بتاعنا هتبقى ان احنا لو عاوزين نجاري العيان ده على مودريت انتنسيتي يبقى من 60-75% اوف البيك ده اللي هو 135 بيت بير مينيت، وهيبقى ده الديسكريبشن بتاعتنا في التذكره بتاعت العيان. This patient will exercise to a target heart rate of كذا لكذا beat per minute. زي ما قلنا it calculates a fixed percentage of the measured maximum heart rate. Example لو العيان ده وصل ل 133 beat per minute يبقى ناخد 60-75% من this value، يبقى العيان ده هيجري ل 80-100 بيت بير مينت، ده التارجت بتاع العيان ده بيزد على الميثود دي. لو عايزين نجري العيان ده على لو انتنسيتي هيبقى اقل من 60%، لو عايزين نجري العيان ده على هاي انتنسيتي هيبقى مور ذان 75%. لكن طبعا احنا عاده موست اوف ذا بيشنت بنجريهم على مودريت انتنسيتي الا اذا كان العيان ده عنده ادفانس هارت فيلير وعايزين نبتدي معاه بلايت انتنسيتي اكسرسايز تريننج بروجرام، تمام؟ لو ايه معلش لا ده في تشست بين انت بتجري العيان لحد ما يكسر ال 85% اوف ايج بريدكتد ماكسيمم هارت ريت، يعني بتجيب الايج هو دي بتبقى كالكوليتد اوتوماتيكلي في الجهاز، الايج بتاع العيان بتعمل 220 ماينس الايج بتاع العيان، العيان ات ليست المفروض يعدي ال 85% اوف ايج بريدكتد ماكسيمم هارت ريت عشان نقول ده كومبليت تيست. طبعا في يعني في دكاتره كتير قوي ما بيعدي 85% يقوم واقف، لا this is not correct، المفروض يكسرسايز العيان لحد ما يجيب الماكسيمم بتاعه او يلاقي طبعا pathological estimate depression، يلاقي فيه طبعا او accompanied ب typical symptoms، او العيان ابتدى يجيله marked arrhythmia، ابتدى يجيله بقى ايه runs of VTAC، ابتدى يجيله hypotensive symptoms، او ابتدى يبقى عنده dizziness او freezing cough، طبعا لازم هنوقف. لكن اذروايز العيان معدي ال 85% واسيمتوماتيك هتكمل لحد ما العيان يجيب الاخر بتاعه او يظهر اوبجكتيف ايفيدنس اوف اسكيميا في الاي سي جي، اوكي، عشان يبقى تعتبر ان السنسيتيفيتي بتاعت الاكسرسايز تيست از فيري لو، بنتكلم 60-70% ماكسيمم، فعشان تزود السنسيتيفيتي بتاعت الاكسرسايز تيست يو هاف تو اكسرسايز ذا بيشنت از ماتش از يو كان. احنا عندنا الهدف هنا بقى مختلف شويه، احنا عندنا الهدف هنا ان احنا عاوزين نشوف نبريسكرايب سيف تريننج هارت ريت رينج للعيان ده، فاحنا هنجري العيان لحد ما هو يجيله سيمتومز او يحصل لي استجمنت ديبريشن او يحصل لي سيمتومز عنده، وفي الوقت ده هنوقف وهنقول ده الماكسيمم هارت ريت اللي وصل عنده العيان، ونبتدي ناخد سيف برسنتج من العيان ده نجري عليه العيان. طيب الطريقه الثانيه قلنا ال هارت ريت ريزيرف ميثود، والطريقه دي اتس مور اكوريت لان هي بتاخد في الاعتبار الريستنج هارت ريت. احنا في الطريقه الاولانيه ما خدناش في الاعتبار الريستنج هارت ريت، احنا خدنا الماكسيمم هارت ريت وخدنا برسنتج منه، لا هنا هناخد الهارت ريت ريزيرف اللي هو الفرق بين الماكسيمم هارت ريت والريستنج هارت ريت بتاع العيان ده، وهناخد برسنتج من الهارت ريت ريزيرف، والهارت ريت برسنتج اوف هارت ريت ريزيرف ده هنضيفها على الريستنج هارت ريت. يعني نفترض
العيان ده الريستنج بتاعه 73 بيت بير مينت، والماكسيم هارت ريت اللي وصل له 133 بيت بير مينت، هو نفس العيان اللي فات. تمام، الهارت ريت ريزيرف بتاعه اللي هو قد ايه؟ الماكسيمم ماينس الريستنج هيساوي 60 بيت بير مينت. هناخد 40 to 60% ده اللي هو المودريت اكسرسايز انتنسي في الهارت ريت ريزيرف. في الماكسيمم كان المودريت انتنسي قد ايه؟ من 60 to 75%. في الهارت ريت ريزيرف اتس 40 to 60% اوف ذا هارت ريت ريزيرف. هناخد 40 to 60% اوف ذا 60 بيت بير مينت، هتبقى 24 ل 36، وهنضيفها على الريستنج اللي هو 73، هيبقى عندنا التريننج رينج بتاع العيان ده 97 to 109 بيت بير مينت. اوكي، الهارت ريت ريزيرف از مور اكيوريت، وهو ده اللي احنا بنستخدمه في الكاردياك ريهاب بروجرام بتاعنا، ان هو بياخد في الاعتبار الريستنج هارت ريت كمان. اتس مور اكيوريت ذان دي الماكسيمم هارت ريت ميثودز. الحاجه الثانيه ات كورليتس ويل مع الماكسيمم اوكسجين كونسامبشن بتاع الكارديو بالمونري تيستنج، فايتس مور سنسيف اند مور اكيوريت. طبعا الماكسيمم اوكسجين كونسامبشن ميثود والهارت ماكسيمم الاوكسجين كونسامبشن ريزيرف ميثود زي الماكسيمم هارت ريت والهارت ريت ريزيرف ميثودز، بس هنا مش بناخد الهارت ريت دورينج اكسرسايز، بناخد الهارت ريت اللي بيكورليت مع الماكسيمم اوكسجين كونسامبشن او الاوكسجين كونسامبشن ريزيرف بتاع العيان ده. ده لو عملنا العيان كارديو بالمونري تيستنج، which is عاده ما بيتعملش غير غالبا في ريسيرش بيربسز يعني. فدول الطريقتين الموست كومن اللي بيستخدمهم البيك هارت ريت ميثود والهارت ريت ريزيرف ميثود، واحنا قلنا ان الهارت ريت ريزيرف ميثود از مور اكوريت وكورليتس بيتر وذ الكارديو بالمونري اكسرسايز تيستنج. زي ما قلنا من كالكوليت تريننج هارت ريت رينج يا اما بالهارت ريت ريزيرف ميثود اللي بنسميها كاربون فورمولا او البرسنتج اوف هارت ريت ماكسيمم، واهم حاجه ان لازم نبقى 10 بيتس بيلو الاسكيميك ثريشولد. يعني لو العيان ده جاله اسكيميا على هارت ريت معين لازم نقلل التريننج رينج بتاعنا اتليست 10 بيتس بيلو الاسكيميك ثريشولد. انا مش عاوز اوصل العيان دورينج الاكسرسايز تريننج بتاعي انه يجيله اسكيميا، الهدف ان احنا نجريه ات سيف هارت ريت تريننج رينج، فده لازم يبقى اتليست 10 بيتس بيلو الاسكيميك ثريشولد. او لو العيان ده مركب اي سي دي لازم يبقى اتليست 10 تو 15 بيتس بيلو الفايرنج ثريشولد بتاع الديفايس اللي مركبه. لو الديفايس اللي مركبه بيفاير ات مثلا، لو هو عنده مثلا انتي تاكيكارديا بروبرتيز بيعمل مثلا اوفر درايف بيسنج على ريت مثلا لو وصل لهارت ريت 140 مثلا او بيدي شوكس على الريت ده، يبقى انا مش هجريه مش هيكسيد 130 او 125 بيتس بير مينيت ديورينج الاكسرسايز تريننج بتاعي. زي ما قلنا احنا بنحدد احنا هنجري العيان ده على لو انتنسيتي ولا مودريت انتنسيتي ولا هاي انتنسيتي. ده ماجوريتي اوف بيشن بنجريهم على مودريت انتنسيتي اكسرسايز تريننج ويتش كورليتس ل 60 to 75% اوف هارت ريت ماكس او 40 to 60% اوف هارت ريت ريزيرف. احيانا بنبتدي بلو انتنسيتي في العيانين اللي هم الهارت فيلير او العيانين اللي عندهم لو فانكشنال كاباسيتي initially، وبعد كده من progress لل moderate intensity. نادر ما بنروح لل high intensity الا لو عيان very low risk patient young age عمل PCI successful PCI او جاله MI with successful primary PCI function status normal ما عندوش اي high risk criteria، عمل moderate intensity وكان very safe very stable during moderate intensity exercise training، ممكن في العينين دول يبروجرس ل high intensity. لكن the majority of the patient بي exercise على moderate intensity exercise training program. تمام، اللي هو 60 to 75% of heart rate max او 40 to 60% of heart rate reserve. هنا انا حاطط الفرق بين الطريقتين البيك heart rate method والheart rate reserve method، وفي نفس العيان لو الheart rate max كان 133 beat per minute فالmoderate intensity يبقى 60 to 75% اللي تدينا 80 to 100 beat per minute. نفس العيان ده لو احنا دخلنا البيزا هارت ريت وحسبنا هارت ريت ريزيرف مودريت انتنسيتي اللي هو 40 to 60% اوف هارت ريت ريزيرف هيدينا 97 to 109 بيت بير مينت، اند ذس از ذا مور اكوريت ميثود. طيب هاو تو مونيتور الاكسرسايز تريننج بتاعنا. خلاص احنا عملنا بريسكريبشن العيان ده هيجري على هارت ريت مثلا من 100 او من 80 ل 109 بيت بير مينت. تمام، وكتبنا في التصيره بتاعه العيان ده التريننج رينج بتاع العيان. وي شود مونيتور العيان ده دورينج اكسرسايز بالهارت ريت طبعا عشان هي داز نوت اكسيد التريننج رينج اللي احنا معددينه له. الريتنج اوف بيرسيفد اكزرشن اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو احنا بنسال العيان
طول ما هو بيجري، ايه الاخبار، عامل ايه الاكسرسايز انتنسيتي بالنسبه لك، كده مريحه ولا لا. المفروض يبقى على البورج سكيل بتوين 11 اند 13 اللي هي سب وات ايزي لسم وات هارد. وفي حاجه اسمها توك تيست هقول لكم دلوقتي. طبعا بلاد بريشر مونيتورنج كونتينوس اي سي جي مونيتورنج دورينج اكسرسايز از مانداتري. طبعا لو حصل هايبوتنشن دورينج اكسرسايز ذس از ان اومنيا ساين، لازم نوقف الاكسرسايز. او لو ابتدى يحصل اريثميز على الاكسرسايز المفروض ان احنا نوقف الاكسرسايز ده. البورج سكيل زي ما احنا قلنا اتس ذا ريتنج اوف بيرسيفد اكزيرشن، هو العيان بيحدد على السكيل ده الاكسرسايز انتنسيتي بتاعته قد ايه. احنا عاوزين تبقى طبعا مود انتنسيتي تبقى سام وير بتوين 11 و 13 اوكي على البورج سكيل. انذر ميثود اللي هو التوك تيست او بيرسيفد بريذنج ريت. احنا بنتكلم على العيان ديورنج الاكسرسايز، لو العيان يقدر يغني ديورنج اكسرسايز فديس از لو انتنسيتي. لو عيان كان توك ايزلي ديورنج اكسرسايز فده مودريت انتنسيتي. لو العيان ابتدى يقاس يعني ابتدى يقطع الكلام بان هو بياخد نفس وما بين كل كلمه والتانيه كده دخلنا في الهاي انتنسيتي. فاحنا ممكن سيمبلي نتكلم مع العيان، لو العيان بيتكلم وده جاسبنج يبقى احنا كده وصلنا للمودريت انتنسيتي. اوكي فدي طريقه سهله هاو ان احنا تو مونيتور الاكسرسايز تريننج بروجرام بتاعنا، احنا في اللو ولا طلعنا في الهاي ولا لسه في المودريت. طبعا الاكسرسايز كونتنت بتاعنا عباره عن 3 ستيجز، وورم اب والمينتننس فيز والكول داون. لازم اي اكسرسايز تريننج يعدي ديورينج دي 3 فيزز. الوورم اب عاده بيبقى اراوند 10 مينتس وده بيبقى جرادولي بينكريز الانتنسيتي بتاعتنا. لو العيان ده حتى بنقوله انا بقوله في الادفايس بتاعت لاي عيان جاي بيسالني رايح الجيم وعاوز يجري، فانا ده الادفايس دي سواء عيان عندنا في البروجرام او اي عيان بيعمل اكسرسايز المفروض يبقى فيه ورم اب اراوند 10 مينتس. لو عيان بيجري على التريدميل مثلا على السرعه 6 او سرعه 7 ما ينفعش اول ما يخش على التريدميل يطلع للسرعه دي، لازم نطلع بيها فيري جرادولي. تمام ليه؟ تو الاو جرادوال انكريز ان هارت ريت فما يحصلش سادن اسكيميا او سادن اريثميز. تبتدي الكاردياك اوتبوت يزيد جرادولي فتوصل الدم للمسلز بتاعته ان جرادوال فاشن. لما يجي يعمل اكسرسايز جرادولي يبتدي تفك العضلات والليجمنتس بتاعته ما يحصلوش اي انجري. فايتس فيري امبورتنت ان العيان اللي بيعمل اي انديورنس تريننج لازم يبقى فيه وورم اب بيريد اوف اراوند 10 مينتس فيها جرادوال انكريز ان ذا انتنسيتي اوف الاكسرسايز بتاعنا. لو هو بيجري على تريدميل بنزود السرعه جرادوال، لو هو بيجري على العجله نفس الكلام بيزود الريزيستنس بتاعته جرادوال. وبعد كده المينتننس اكسرسايز فيز دي بتبقى اراوند 15 ل 40 مينتس ودي اللي احنا بنوصل فيها العيان للتارجت هارت ريت رينج اللي احنا عاوزين نجريه عليها بيزد على الاكسرسايز تيست والحسبه اللي احنا قلناها في الاول. وطبعا ديورنج ذيس فيز بنمونيتور البلاد بريشر، بنمونيتور الهارت ريت بتاع العيان على الاي سي جي، بنمونيتور السيمتومز بتاعته، بنتكلم مع العيان التوك تيست ونشوف اذا كان في اي جاسبنج في الكلام ولا لا. وبعد كده كول داون فور انذر 10 minutes ودي يعني العيان بيجري ما ينفعش مره واحده ان انت تعمل سويتش اوف وتوقف الجهاز. انت بتجري العيان على الاكسرسايز تيست صح؟ في الريكفري فيز بتوقف العيان فجاه ولا في ريكفري فيز فور فيو مينتس؟ المفروض 3 دقائق تمام او يعني اتليست دقيقه 2. ليه؟ during this phase انت بترجع ترجع الهارت ريت جرادولي للبيز لاين بتاعه، ما ينفعش ان انت اوب توقف فجاه. لان انت ممكن لو وقفنا الاكسرسايز فجاه العين يخش في سينكوب ودي شفناها كتير. ليه؟ العين وهو بيجري في سيمباتيك ستيميليشن وادرينالين رش ولا لا؟ صح؟ في ده اللي بيزود الهارت ريت والبلاد بريشر بتاع العيان ديورنج الاكسرسايز. طيب وده كابلد معاه انكريز ان ذا فينس ريتيرن بسبب الجري على المشايه بيخلي المسل بامب بتاعت رجليه بتزود الفينس ريتيرن اللي راجع للقلب. طيب لو احنا وقفنا الاكسرسايز فجاه بعد at the end of the test الادرينالين اللي موجود في الدم موجود ولا washed out؟ لسه موجود، بياخد few minutes على ما يwash out والsympathetic stimulation يبتدي يقل. طب والvenous return؟ وقفت وقف فجأة تمام؟ فبقى عندك لسه hyper contractility بتاعت الهارت و decreased مع venous return اللي هو hyper contractility of an empty ventricle يستريميليت على طول الميكانو ريسبتورز وبارو ريسبتورز تعمل سينكوب بيجل ستيميليشن سينكوب. فاحنا مهم جدا اي عيان بيكسرسايز لازم يوقف جرادولي، ده سواء عندنا في التريدميل تيست او بن ادفايز العيان يكسرسايز في جيم او حاجه زي كده. الفريكونسي اوف الاكسرسايز سيشن اند دوريشن اوف ذا بروجرام زي ما قلنا اتس 2 تو 3 تايمز ويكلي تمام.
preferably not on consecutive days. يعني لو انا هيجي 3 ايام في الاسبوع يبقوا متفرعين، يعني السبت و... يعني السبت واثنين واربع او حد وثلاث وخميس، يعني قصدي ما يبقوش ايام ورا بعضيها. تمام. لازم يبقى with ECG monitoring and should be coupled with home activity or exercise program. يعني الايام اللي العيان مش هيجي فيها البروجرام لازم ان هو exercise، يا اما يتمشى يعمل brisk walking، يعني قصدي لازم يمنتين يعني an almost equivalent level of exercise on his own. طالما هو بيexercise safely عندي يبقى انا ممكن امشيه على almost equivalent level بره الايام اللي مش هيجي فيها البروجرام. البروجريشن زي ما قلنا طبعا احنا ممكن نبتدي نفترض اللي عنده من الجري على moderate intensity يعني من 40 to 60% of heart rate reserve، ممكن بدايه البروجرام يبقى على 40 to 50% بعد اول اسبوعين ثلاثه لو العيان ده سيف نخليه من 50 to 60% of the heart rate reserve. يعني ممكن نبتدي at a lower level of exercise ونزود gradually. تمام. We have to avoid large increase in any of the intensity, frequency or duration. ولو هنزود نزود one parameter، يعني لو العيان مثلا بيجي مرتين في الاسبوع وبيجري مثلا 15 دقيقه كل مره، مش هزود الانتنسيتي وازود الهارت ريت بتاعه at the same time ازود الديوريشن، لا يبقى انا هزود الديوريشن من 15 دقيقه اللي كان بيجري عليها اول اسبوع ل 30 دقيقه مثلا او 20 دقيقه الفيزيتس اللي جايه، وبعد ما يوصل ل 30 دقيقه ابتدي ازود الانتنسيتي بتاع او الهارت ريت بتاعه during الاكسرسايز. فاحنا بنزود الفريكوانسي او الانتنسيتي وان ات تايم، مش هنزود كل البارامترز فجاه للعيان. اوكي. طب وات اباوت اكسرسايز تريننج في الهارت فيلير بيشنتس؟ طبعا وي نيد ا لونجر ورم اب بيريود عشان العيانين دول عندهم دي كونديشننج، الكارديك ارك بتاعهم بلانتد، كارديك ارك بتاعهم بلانتد شويه. تمام. والهارت ريت بتاعهم بلانتد شويه، يعني الاكسرسايز بالنسبه لهم هيبقى اصعب من عيان مش عندوش هارت فيلير، فلازم يبقى عندي ا لونجر ورم اب بيريود. It should be exercise should start at a low intensity exercise training، يعني 40 ل 60 من الهارت ريت ماكس او اقل من 40% من الهارت ريت ريزيرف، وبعد ما اطمن العيان ده يقدر يجري safely at a low intensity exercise training intensity ممكن ان انا ابتدي ابروجريس للمودريت انتنسيتي. الاكسرسايز انترفلز المفروض تبقى gradually increased، يعني ممكن العيانين دول لو عندهم very poor function capacity ابتدي بتريننج 5 دقايق واريحهم 5 دقايق وارجع اجريهم 5 دقايق تانيين وهكذا. يعني قصدي دايما زي ما بنبتدي بالبيتا بلوكرز في العيانين دول يقول لك start low and go slow، نفس الكلام بالنسبه للاكسرسايز start low and go slow. يعني مش لازم ابقى انتزياستك قوي مع العيانين هارت فيلير، خصوصا العيانين اللي هم ايه عندهم very low function capacity او decompensated او كده. العيان خلص الاكسرسايز تريننج بروجرام بتاعنا 3 شهور وخلاص خلص، المفروض نعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما هيكمل علينا ما هيكمل معانا فيس 3 زي ما كملنا زي ما قلنا، او لو هو مش هيكمل معانا اتليست يمينتين ايكويفالنت ليفل اوف اكسرسايز اون هيز اون، اللي هو 30 تو 60 مينتس اوف مودريت انتنسيتي ايروبيك اكتيفيتي ساتش از بريسك ووكينج اتليست 5 دايز بير ويك، ما كانش 7 ايام طول الاسبوع، supplemented by increasing daily activities زي walking at breaks، يعمل gardening لو عنده جنينه، household work، يعني قصدي يعمل اي activity بجانب البريسك ووكينج اللي هيعمله 30 دقيقه في اليوم. طبعا it might be complemented by resistance training 2 days per week، وزي ما قلنا احنا هنقول العيان ايه الاوزان اللي كان بيعملها عندنا فهيكمل عليها بعد كده في الجيم لما يحب يعمل resistance training بعد كده later on his own. طيب احنا اتكلمنا عن الاكسرسايز تريننج ازاي بنعمله، ازاي بنفولو اب، ازاي بنمونيتور. طب في ايفيدنس من اللي احنا بنعمله ده هيفيد العيان؟ ما احنا دلوقتي احنا في الكارديولوجي بالذات اتس وان اوف ذا موست ايفيدنس بيزد ميديسن في الميديسن كله كارديولوجي، فاحنا از ات سبلمنتد في الليترشر بايفيدنس ان احنا بنعمله ده هيفيد العيان؟ يس، ان احنا الحقيقه بارسيشن كارديك ريبيتيشن independently is associated with decreased myocardial infarction and mortality خصوصا في العيان البوست ام اي، يعني العيان اللي جاله انفاركشن وعمل ريهابيتيشن عندنا around 25% reduction in mortality وdecrease in reinfarction hospitalization في العيانين دول، ف there is evidence ان احنا في benefit من العيانين دول. طيب والميتا analysis of several trials كمان showed that زي ما قلنا 25% reduction in cardiovascular mortality. طبعا this is trials كتيره بقى showed غير المورتاليتي بالديكريز بيقلل ال better control of risk factors زي الليبيدز، systolic blood pressure، smoke cessation، improving the quality of life،
زي ما قلنا reduced MI و mortality up to 2 years after completion of the cardiac rehab program, decreased in hospitalization, recurrent MI and mortality. For the evidence that there's fewer events, reduced all-cause mortality and improvement in the quality of life of these patients. طب what about the guidelines؟ يعني هو ده الكلام في الليترشر، فطالما موجود في الليترشر وعليه randomized trials يبقى لازم ينعكس على recommendation بتاعت guidelines. في ال secondary prevention risk reduction guidelines بتاعت ال American Heart Association في العيانين اللي عندهم atherosclerotic vascular disease، class 1 recommendation is that patient with ACS should immediately post coronary bypass or post PCI should be referred to a comprehensive outpatient cardiovascular rehabilitation program either prior to hospital discharge اللي احنا قلنا عليه phase 1 cardiac rehab تمام او during the first follow up visit لما العين يرجع للدكتور في اول متابعه ليه في الاوتبيشنت كلينيك. واي عيان جاله ACS او عمل PCI او عنده chronic stable angina او عمل CABG in the past year should be referred for a comprehensive outpatient cardiac vascular rehabilitation program. This is a class 1 recommendation and level of evidence A. يعني اتعمل عليها مش 1 randomized trials, multiple randomized trials. في European Society of Cardiology guidelines management of acute MI patients تمام with ST elevation. Exercise based rehabilitation is recommended as a class 1 recommendation level of evidence B. يعني تعمل عليه at least 1 randomized trials with multiple non-randomized trials. The same with American guidelines for ST elevation MI is a class 1 recommendation. The same for non-ST elevation MI في American guidelines is a class 1 recommendation level of evidence B. Patients post percutaneous coronary intervention, it's a class 1 recommendation for American guidelines. We for revascularization, secondary prevention program in the form of cardiac rehabilitation are integral part of the management of this patient with a class 2A recommendation. فاحنا بنتكلم in the majority of guidelines, it's a class 1 recommendation or at least class 2A recommendation. Heart failure recommendation is the same, class 1 recommendation level of evidence A for European. And in the American, it's a class 1 recommendation exercise training and a class 2A recommendation for enrollment in a cardiac rehab program. فاحنا بنتكلم ال recommendation بتاعت ال cardiac rehab is either a class 1 recommendation او at least a class 2A recommendation. لو عيان عندك عمل PCI وما ادتهوش aspirin او Plavix ايه اللي هيحصل؟ المفروض تخش السجن صح؟ لو عملت العام بي سي اي ما ادتهوش اسبرين فلافكس بدون سبب بيكوز اتس كلاس 1 ريكومنديشن. انا بقول كارديك ريبيتيشن اتس كلاس 1 ريكومنديشن. فانت لو عندك بوسيبيليتي اوكي فاللي انا قصدي اتس كلاس 1 ريكومنديشن موست اوف ذا جايد لاينز. فانا بالنسبه لي ريفيرال اوف ا بيشنت لكارديك ريهاب بروجرام بعد انفكشن او بعد هارت فيلير او بعد بي سي اي او كابج is equivalent to giving the patient aspirin or Plavix بعد PCI. Okay, في الامبورس عشان الناس بتحس ان هي it's a luxury او it's an option يعني ايه يعني لا ما مش حاجة مش مهمة يعني او كده. Okay. Despite the evidence that show the benefit of cardiac rehab, it's the most underutilized cardiac intervention. تمام؟ لأقل من 30% of eligible patients participate in a cardiac rehab program after a cardiovascular event. ده ايه ده في اليوروبيان والامريكان يعني في الديفلوب كونفرنس عندنا طبعا اقل بكتير. فانت بتتكلم من 100 عيان محتاجين كارديك راب 30 عيان بس اللي هيجوين البروجرام تمام. وطبعا البارتيسيشن از لوست في الفيميلز الناس اللي عندهم سوشيو ايكونوميك ستاندرد الديس ادفانتج بيشنتس اللي ما عندوش شغل وال يعني والالدرلي طبعا تمام. دول اكتر ناس who do not join the cardiac rehab program. طب ايه الباريز that limit participation in a cardiac rehab program؟ عندنا patient factors. يا اما patient refusal احنا عرضنا على عيان وهو رفض تمام مش مقتنع او ما عندوش وقت. inability to reach a cardiac rehab facility يعني المكان ده بعيد عن مكان اقامته تمام يعني لازم هيسافر او يركب مواصله طويله عشان يروح للمكان اللي هياخد فيه الكارديك رياب بروجرام بتاعه او الكوست he is not insured او not covered medically ان هو يعمل cardiac rehabilitation.
او في فيميلز محتاجين حد يسكور ذم ويوديهم ويجيبهم وعندهم ديوتيز في البيت. فدي باريرز ريجاردنج البيشنت فاكتورز. ريجاردنج البروفايدر او فيزيشن فاكتورز، lack of referral by the physicians، تمام، considering the patient is too high risk or to have a contraindication to exercise، هو خايف على العيان، مع ان احنا قلنا العيان ده بي exercise test قبل ما join the cardiac rehab program ونعمل له exercise prescription according للعيان ده. او disbelief in cardiac rehabilitation، هو مش مقتنع بالcardiac rehab. عشان كده احنا كتير قوي دلوقتي زي ما انتم شايفين في المحاضرات بتاعتنا بنركز على cardiac rehabilitation، في المؤتمرات في سيشنز كامله في البريفنشن على الكارديك رياب، بحيث نحسن مش بس البيشنت اويرنس، الفيزيشن اويرنس كمان ريجاردنج الامبورتنس على الكارديك رياب. الحاجه الاخيره الهيلث كير سيستم فاكتورز، اللي هو بقينا نقنع الهيلث كير سيستمز ان احنا الكارديك ريابيتيشن دي از امبورتنت، فدخلناه في الناشونال انشورنس. التامين الصحي دلوقتي بقى ممكن يعمل ريفيرال لكارديك رياب زي ما بيعمل ريفيرال فور بي سي اي، اوكي، فده بقى جزء من السيرفيس اللي بيقدمها التامين الصحي. ونفس الكلام المفروض يبقى في البرايفت انشورنس، الانشورنس الخاص المفروض يخش فيه، ان في ديس بيليف ان هو ذس از اوبشنال او حاجه لوكسري، مش حاجه انتجرال من المانجمنت بتاعنا في العيانين الاسكيميك او الهارت فيلير بيشنت. طيب از كارديك ريفيشن از كوست افكتيف، بمعنى ان هو احنا عارفين ان هو بينيفيشال للعيانين من ناحيه quality of life, mortality, hospitalization، الكلام ده كله. لكن is it cost effective؟ يعني الكوست بتاع البروجرام ده او الكوست بتاعت السيرفيس دي في كفه والبنفيت بتاعتها في كفه ثانيه، يعني ممكن تكون effective بس it's very costly، تمام؟ بنحسبها ازاي؟ في حاجه اسمها number needed to treat. يعني مثلا لما بيقول لك مثلا في البرايمري بريفنشن مثلا statins، لما نيجي نقول على الستاتنز بس النمبر نيدد تو تريت في البرايمري بريفنشن، يعني انا عنده دايابيتس محتاج اعالج كام عيان بستاتين عشان امنع 1 ايفنت، وتشوف الكوست بتاع مثلا انا محتاج تعالج 40 عيان مثلا عندهم دايابيتس بس ما عندهمش اي كرونيك ديزيز تو بريفنت 1 اتاك اوف مايوكارديال انفاركشن، وتحسب الكوست بتاعته علشان تو سيف 1 لايف. نفس الكلام سكندري بريفنشن، لما تجيب عيان جاله انفاركشن قبل كده وكام عيان هتحتاج تديهم ستاتنز عشان to prevent another event. فدي احد الطرق اللي احنا بنستخدمها علشان نعرف is it cost effective ولا لا. فطبعا cardiac rehabilitation has been subjected to cost analysis studies، ان هم يشوفوا ال cost بتاع الرهاب to save lives، تمام، in the future، and they all indicate that cardiac rehabilitation is not only clinically effective زي ما قلنا but also is cost effective and it compares favorably with other medical interventions performed in patients with coronary heart disease. فايز كوست افكتيف ازاي؟ دي از ا ستادي ذات فيدان ايتال ده، تمام، في زي ما احنا قلنا مبدئيا اتس بروفايز 26% ريدكشن ان كارديك مورتاليتي، فايز ا فيري هاي بروتكشن يعني، تمام. الحاجه الثانيه فيدان ايتال ده في 2007 شاف الكوست بير لايف سيفد ان ذا يو كي، تمام، بعمل زي comparative analysis، لقى ان cardiac rehabilitation comes second after aspirin or beta blockers for secondary prevention of mortality. يعني it is more cost effective than ACE inhibitors, it's most cost effective than statins for secondary prevention, it's most cost effective than CABG and PCI. يعني انت لو انت عملت cardiac rehabilitation انت هتوفر actually فلوس، مش تدفع فلوس. ليه؟ ان انت هتدفع فلوس فور ذا سيرفيس اي نعم، لكن انت هتوفر فلوس ان انت هتحتاج مور بي سي اي مور كابج ان ذا فيوتشر مور ري هوسبيتاليزيشن، فانت الفلوس اللي انت هتدفعها في الكابج از اكشلي يور سيفنج ماني فور ذا فيوتشر للهيلث كير سيستم اللي انت بتبروفايد فيه الكاردياك ريهاب. طب از ذير اني كونترا انديكيشن فور كاردياك ريهابيتيشن؟ الحقيقه كلها ريلاتيف كونترا انديكيشن، بمعنى ان هي وانس ان هي controlled او stabilized خلاص ما بقتش absolute contraindication، ممكن العيان يجوين الكارديك رياب بعد ما نكونترول الكونتراندكيشن دي. منها طبعا عيان عنده severe residual ischemia، يعني عيان عمل primary PCI لكن لسه عنده other vessels not revascularized، لا العيان ده يعمل complete revascularization وبعد كده يجوين الكارديك رياب بعد كده. عيان عنده decompensated heart failure مش هخليه يجوين الكارديك رياب واعمل له exercise while he's decompensated، لا اتليست لازم يبقى 2 to 4 weeks of compensation وبعد كده خليه join the cardiac rehab program بتاعي بعد ما يبقى compensated for at least 2 weeks.
عيان عنده uncontrolled arrhythmia، بيجيله paroxysmal AF، بيجيله attacks of non-sustained V-attack. لا، أكنترول الأريثميا دي الأول بأنتي أريثميكس لو عنده ريزيو إسكيميا، ودي سبب الأريثميا اللي بيجيله أعالجها، وبعد ما يبقى free of major arrhythmias ساعتها ممكن يجوني cardiac rehab. لو عيان عنده سيفير اسكيميا ال في ديسفانكشن او اريثميا دورينج اكسرسايز تيست، يعني هو عيان عمل بي سي اي وعملت له اكسرسايز تيست ولقيته عنده ميجور اريثمياز او ميجور اسكيميا ات لو ليفل اكسرسايز، لا انا مانج ده الاول قبل ما ارجعه تاني واعمل له انيو اكسرسايز تيست واطمن ان هو يعني اتليست هي كان اكسرسايز ات مودريت ليفل اوف اكسرسايز تريننج سيفلي. Uncontrolled hypertension, hypertensive systolic blood pressure response to exercise, unstable concomitant medical problems. عيان عنده نمونيا، عنده pericarditis، عنده pulmonary embolism. يعني اللي انا قصدي لازم العيان الاول امانج اي contraindication بالنسبه له قبل ما اخليه join في ال cardiac rehab program بتاعنا. ال take home message بتاعتنا ان revascularization may treat a lesion but does not cure the patient. Cure, this is a process. تمام، it's a continuous process. ان احنا زي ما شفت في الجايد لاينز الجديده ال chronic stable condition ischemia it's syndrome او it's a process not يعني curable disease. ف it's a process and cure of the patient requires secondary prevention programs. تمام، when ال cardiac rehab should be an integral part of management of this patient، خصوصا العيانين البوست ام اي، خصوصا العيانين الهارت فيلر، دول اكتر عيانين بيستفادوا من cardiac rehab program. اوكي، شكرا جزيلا. حد ليه اي سؤال؟ one week after successful PCI او after 2 to 4 weeks after cabbage. خلي بالك العيان الكابج عادة بيتعمل له فيزيوثيرابي الاول، حاجات بقى فيزيوثيرابي وتشست فيزيوثيرابي والريسبيراتوري اكسرسايز وحاجات زي كده. بعد اسبوعين لاربع اسابيع من الكابج كان جوين الاكسرسايز تريننج بروجرام بتاعنا اللي فيه جري على تريدميل. عيان بوست بي سي اي سكسسفول بعد اسبوع. ام اي 2 تو 4 ويكس، عاده 2 ويكس از انف لعيان يعني ان كومبليكيتد مايوكارديال انفاركشن. امتى اقول للعيان ده خلاص البروجرام بتاعه فين؟ لو العيان جري معايا 3 شهور حضر 80% من الاكسرسايز سيشنز بتاعتنا وكان بيكسرسايز على المودريت انتنسي اكسرسايز انتنسي بتاعتنا without symptoms without blunt blood pressure response without arrhythmias he's safe in the way to exercise unsupervised بعد كده. اوكي، يبقى ممكن نخليه طبعا في الجيم. معظم الهاندلز بتاعت التريدميل ممكن تديله هارت ريت، معظم الساعات الجديده دلوقتي السمارت واتشز فيها هارت ريت، فانا قصدي انا ممكن اقول التريننج هارت ريت رينج بتاعك دو نوت اكسيد مثلا 120 بيت بير مينيت. فهو لو هو جري على 120 هي ديد نوت اكسيد 120 بيت بير مينيت وذاوت سيمتومز، يبقى انا كده ام انشورينج ذات هي از اكسرسايزنج ات ذا سيف ليفل. الحاجه الثانيه لو ما عندوش هارت ريت مونيتورنج مثلا تريدميل وذاوت هارت ريت مونيتورنج، بورج سكيل هو كان بيكسرسايز عندي على بورد سكيل فروم 11 تو 13 اللي هو سام وات ايزي سام وات هارد، انا ممكن اقول له اكسرسايز ات ذا سيم ليفل اوف انتنسي اللي هو هي بيرسيفد ديورنج التريننج بروجرام بتاعنا. طبعا انا بيديوكيت العيان ايه ورنينج سيمتومز، لو حصل ورنينج سيمتومز شست بين بروجريسيف ديسنيا اي ورنينج سيمتومز، العيانين دول انا اوريدي ببقى معلمهم الاول معلمهم بيشن اديوكيشن ايه ورنينج سيمتومز ويعملوا ايه وقتها. طبعا اي بي سي اي اكسرسايز اي عيان بيجي له شست بين او ديسنيا marked unexplained dyspnea during exercise to stop exercise immediately. تمام، لو عنده طبعا chest pain او dyspnea ممكن ياخد sublingual nitrates ويكررها، ولو ما استريحتش ياخد الاسبرين يروح المستشفى immediately. يعني قصدي احنا بنبقى عاملين education للعيانين how to respond لاي warning symptom عنده. حد ليه اي سؤال تاني؟ شكرا يا جماعه. احنا عندنا طريق كان بروجرام هنا في اعتقد في الدره كان في ضغط اجو اعتقد ما